وهنا تأتي مسألة وهي مسألة ما لو أكره الإنسان على قول أو فعل الكفر، هل يقوله ويفعله ولو قتل، أم أنه يفعله ليدرى عنه القتل؟ من حيث الجواز عجزنا على القول الراجح أن يفعل الكفر وأن يقوله ليدرى عن نفسه القتل، لكن ما هو الأفضل؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يقتل ولا يفعل الكفر، وذلك لأن بلالا رضي الله عنه تعرض للأذية، وإذا أكره على قول الكفر لم يقله، وإنما كان يقول أحد أحد. وقال بعض العلماء الأفضل له أن يفعل الكفر ولا يعرض نفسه للقتل، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولأن عمار ابن ياسر كان يكره على الكفر فكان يفعله، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عادوا فعد، ولأن في بقائه خيرا للمسلمين لا سيما إن كان عالما، وأما إن كان من عموم الناس فإن في بقائه خيرا لنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام وكما عند الترمذي خيركم من طال عمره وحسن عمله، وقال عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا يزيده عمره إلا خيرا، اللهم إلا أنه إذا فعل الكفر لدرء القتل عن نفسه ترتب على ذلك مفسدة عامة في الدين، وهنا يجب عليه أن يصبر ولو قتل، وذلك لما جاء عند البخاري أن خباب بن الأرت رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه عند الكعبة فقال يا رسول الله ألا تستغفر لنا ألا تدعو لنا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من كان قبلكم كان يحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيفرق ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه الحديث، وذلك لأن فعل الإكراه في حالة ضعف المسلمين فيه مفسدة عامة، فلو أجيز هذا لجميع المسلمين في أول الأمر لما ظهرت شعيرة من شعائر الدين، وفي هذا تأثير على الدين. وأيضا حديث الغلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه الذي كان يتعلم السحر وكان يمر على عابد، الحديث الطويل، فإنه في نهاية الأمر عرض نفسه للموت من أجل أن يعلن الدين الصحيح وأن يلغي الشرك والخرافات الحاصلة في ذلك الزمن. ولأن الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن صبر، أما بالنسبة لسائر العلماء فإنهم تحت الإكراه قالوا بذلك، ولو قال بها الإمام أحمد لربما سرت هذه البدعة إلى زماننا هذا، فلما لم يبقى إلا هو كان هذا الحكم في حقه واجبا حتى ولو تعرض للقتل. وفيما استدل به من قال بفعل الكفر حتى يدرأ عن نفسه القتل استدلالهم بالآية لا يسعفهم، فقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ماذا قال بعدها؟ قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وهو لم يفعل ذلك لا عدوانا ولا ظلما.